نقدر نحسب ايش كثر قماش محتاجين حق ستايرنا. طريقة وايد سهلة. عندنا هذا الشباك، إذا نعتبر أن عندنا سقف وأرض، شباكنا خلينا نقول مقاسه متر عشان أسهل عليكم الإكويشن. أكيد ستارتنا ما راح تكون على كبر الشباك، خلينا نقول راح نزيدها نص متر يمين ونص متر شمال، يعني ستارتنا كلها راح تكون شنو؟ مترين. أغلب الأقمشة عرضها 1.40 متر، فإذا أنا جبت خلينا نتخيل أكو رول هني، هذا القماش نازل، راح نحتاج عرض وشوي، فمن عادة نقول عرضين. هذا العرضين هذا الرول طوله على حسب ارتفاع السقف، إذا عندي السقف 3 متر وأنا محتاج عرضين، فأنا محتاج أقل شيء 6 متر من القماش، ولكن 6 متر ما راح يعطيني الزم اللي أنا بيه، فأخذ رقم 6 وأضربه ب1.5 أو 2، كل ما حبيت إن الزم يصير أكثر. وهذه الطريقة، شباك مقاسه متر في حيطة ارتفاعها 3 متر، نحتاج على الأقل 6 إلى 12 متر قماش عشان نصنع ستارة حلوة بزم حلو ومناسبة للمساحة.